دينيس مونستراسكي ده اسم وزير داخلية أوكرانيا. أوكرانيا النهاردة طبعاً ده اسم يعني بيتكرر على المستوى المصري بقى معروف، وعندنا دايماً متابعة للأحوال والحرب الدايرة في أوكرانيا والاستمرار الروسي في الناس كلها كانت مستنية يبقى في ضربة روسية كبيرة خلال الفترة دي. احنا قربنا على سنة تقريباً من بداية الحرب دي صحيح، لكن النهاردة الاسم ده كان بيتكرر لأنه طيارة في وسط الحرب دي، في طيارة هليكوبتر كان عليها كل قيادات وزارة الداخلية، يعني طقم قيادات كبير لوزارة الداخلية الأوكرانية مع وزير الداخلية، ووقعت الطيارة. الطيارة وقعت على حضانة أطفال، 9 في الطيارة، ووصل كمان عدد القتلى بسبب الحادثة من الحضانة لتقريبا احنا بنتكلم عن 16 واحد فقدوا ارواحهم النهارده. لغايه دلوقتي لغايه يعني من ساعه كده كانت المساله في نوع من التحفظ الشديد في الحديث عن ايه سبب وقوع الطياره، ايه اللي ممكن يكون حصل، لانه ممكن الناس تبقى متوقعه مثلا عمليه مخابراتيه، ده اول حاجه الناس تفكر فيها من الجانب الروسي. كان الناس متوقعه انه الجانب الاوكراني يشاور أو يتهم روسيا بتدبير سقوط الطيارة، لكن ده ما حصلش لغاية دلوقتي. في تحقيق على المستوى الرسمي، في كلام يعني كلام عام بيتقال هل ممكن تكون تعرضت لتخريب قبل ما تطلع الجو، هل في خطأ بشري، لكن لغاية دلوقتي لا شيء عن الموضوع بشكل معلومات محددة. في نفس الوقت اللي كل العالم المفروض إنه الناتو وزراء دفاع الناتو هيقعدوا بعد بكره مع بعض، 50 بلد وزراء دفاع الغرب هيقعدوا مع بعض يوم الجمعه، علشان بيقولوا انه الحرب واصله لمرحله محوريه او مفصليه زي ما قالوا، وانه عايزين يزودوا عدد السلاح او كميه السلاح اللي بتروح لاوكرانيا. صديقنا وزميلنا حذيفه عادل مراسل العربيه الشقيقه في اوكرانيا موجود معانا، برحب بوجودك معانا اولا. اهلا وسهلا استاذ شريف، اهلا وسهلا، سعيدين اكون معكم. بتسعدنا دايما. قل لي في اي تطور جديد في مساله سقوط الطياره؟ هل في اي نوع من الاشارات؟ طبعا استاذ شريف، يعني اذا بدينا بتصريح الرئيس فلاديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي في دافوس، وقال بشكل واضح انه هذا ليس حادثا، قال انه نحن في حاله حرب والحرب يعني ما فيهاش صدف. نعم، قال تدار بطرق مختلفة، فهو يعتقد أو يقول طبعا هو رئيس الجمهورية، أكثر شخص لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات، فهو يقول نعم، فهو يقول إنه هذا الأمر ليس حادثا، هكذا نصا قال. طبعا إذا نظرنا إلى برضه من جوانب أخرى كثيرة، إذا شفنا مثلا بيان إدارة الطيران الطوارئ أو إدارة الطوارئ في البلاد، واللي تكلمت عن انه هذه الطائره هي طائره طوارئ بتقوم بعمليات اجلاء في ظروف جويه صعبه، يعني هذه الطياره والطاقم هو مدرب على انه يطير في ظروف صعبه، في ظروف جويه صحيح. صعبه في ظروف من الصعب جدا انه يكون سبب السقوط كما قالوا انه يكون نتيجه للاحوال الجويه، خاصه انه في كييف الامس واليوم الجو صافي جدا، لا يوجد رياح، لا يوجد امطار، لا يوجد ثلوج، درجه الحراره ارتفعت فوق الصفر، نحن اليوم يمكن 7 فوق الصفر درجه الحراره في كييف في العاصمه كييف. طيب من جانب. هو شخص وزير الداخليه الاوكراني، عشان الناس تبقى عارفه برضه، هو مش مجرد وزير شرطه او وزير امن داخلي، هو واحد من القاده الكبار في اوكرانيا في الحكومه. هو من اهم رجال الدوله في اوكرانيا، وزاره الداخليه بتقوم بعمل ضخم جدا خلال هذه الحرب، اولا حفظ الامن، يعني انت لك ان تتخيل بلد فجاه وجدت نفسها بين يوم وليله في حاله حرب، كيف استطاعوا انه يحفظوا الامن الداخلي في انتشار كبير جدا للسلاح؟ السلاح موجود عند اي شخص في اوكرانيا الان اليوم، السلاح موجود عند الجيش، عند المتعاونين، المتعاونين من او المتطوعين من الافراد الذين انضموا للجيش وحصلوا على السلاح، هذول فيهم الشخص السوي وفيهم الشخص الغير سوي، فيهم الشخص اللي عنده مآرب وفيهم الشخص اللي فعليا اخذ السلاح للدفاع مثلا عن بلاده، كيف يعني عمليه تقسيم حفظ الامن في البلاد، هذا من جانب، من جانب ثاني في عمليات خاصه بالفساد،
خاصة ملفات الفساد زي مثلا ملف القمح، إذا كنت تابعت قبل طبعًا فترة بسيطة إنه ملف القمح مش مواطن مصري دلوقتي مش عارف الموضوع ده صحيح، فإنه كان في فساد وكان في يعني توقيف لمسؤولين كبار في هذا الملف في مدينة أوديسا. هذا من جانب. من جانب ثاني المتعاونين مع الاتحاد الروسي نفسهم، جهاز الأمن الداخلي هو المسؤول عن عمليات التتبع وعمليات العمليات الاستخبارية. يعني خسارة هذا الرجل خسارة كبيرة للدولة الأوكرانية في اللحظة دي، ولديه علاقات كبيرة جدا مع شركاء دوليين آخرين. يعني اليوم أنا قابلت السفير البولندي في موقع الحدث وقال لي بشكل واضح، قال لي هذا الرجل لديه فضل كبير جدا في كثير من التعاون بين بولندا وأوكرانيا، وخاصة ملف النازحين هذا الملف، ويعني له فضل كبير جدا في هذا الملف. فنحن بالنسبة لنا هو خسارة كبيرة جدا لأنه رجل تعاوننا معه في كثير من الملفات هو ونائبه في الحقيقة. طبعا يعني اليوم طبعا تم مباشرة تعيين قائد الشرطة الوطنية في منصب نائب وزير الدفاع، وأوكل إليه مهام وزارة الداخلية. طبعا هو نعم لا وزارة الداخلية عفوا، لم يقتل فقط الوزير، قتل الوزير ونائب الوزير، وأيضا هو أنا كنت لسه بقول طقم القيادة كاملا تقريبا، وستة مستشارين، ستة مستشارين يعني مستشارين بالإضافة للمستشارين الكبار بالإضافة للوزير والنائب وكذلك وزير الدولة. فطاقم القيادة بتاع الوزارة زي ما قلت بالكامل. طبعا بالتأكيد يعني واضح كبيرة جدا للنظام. واضح انه كمان يعني مع الذكرى السنويه الاولى للحرب دي يبدو انه في تطورات كبيره هتحصل على المستوى الميداني. انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما تخلي بالك من نفسك حذيفه عادل، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا جزيلا استاذ شريف.